في هذه الأزمة القومية. بمقر جامعة الدول العربية وعلى مدى يومين تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسسكو بالتعاون مع المؤتمر العام لنصرة القدس الشريف اجتماع الخبراء حول منظومة الدعم المتكامل للقدس. الاجتماع يهدف إلى تحديد خريطة الاحتياجات والمشروعات ذات الأولوية بالمدينة الشريفة وعرض تصور لمنظومة الدعم المتكامل لبيت المقدس ومناقشة سبل التغلب على المعوقات التي تقف في وجه العمل الميداني لدعم القدس بما يحقق التفافا شعبيا ورسميا فاعلا حول منظومة دعم صمود القدس والارتقاء بخدماتها المعيشية خاصة الصحية والتعليمية والسكنية. برنامج الاجتماع يشمل عرض تصورات المقدسيين المتعلقة بالاحتياجات والمشروعات وتجارب العمل السابقة داخل القدس من قبل المؤسسات الداعمة الرسمية منها والأهلية مثل جامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية وبيت مال القدس والأوقاف الأردنية والمؤسسات الفلسطينية داخل الخط الأخضر. يشارك في الاجتماع عدد من ممثلي كل من جامعة الدول العربية والرئاسة الفلسطينية والمؤتمر الشعبي للقدس والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووكالة بيت مال القدس والأزهر الشريف والبنك الإسلامي للتنمية. عزم وإرادة مشتركة يعكسها هذا الاجتماع من أجل تمكين المدينة المقدسة وأهلها من الصمود أمام تحديات واقعهم المرير وبذل كافة الجهود الممكنة لمجابهة المعوقات التي تحول دون تحقيق حياة كريمة تدعم حركة النضال الفلسطيني وتساعد على كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على مدينة الزيتون. وسام محمود، النيل. مرحبا بكم مرة أخرى وأعود وأرحب بالأستاذ أحمد الرويدي مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس مرة أخرى، مرحبا بك هنا في القاهرة وفي استوديو النيل. أستاذ أحمد، يعني حضرتك قبل أن تأتي إلى هذا المشهد كنت تحضر هذه الندوة، أهم النقاط اللي يمكن أن نخرج بها لهذا اليوم خاصة أن هذه الندوة اليوم وغدا، فأهم النقاط التي يمكن أن نخرج بها؟ يعني أولا دعينا صدينا أن أوجه تحية لأهلنا في مصر الحبيبة من القدس الشريف ومن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ونحن جزء من المشهد المصري، يعني نتابع بكل اهتمام ما يحدث في مصر ونتمنى لها الخير دائما يا رب. الحقيقة هذا الاجتماع كما ذكرت يتناول موضوع احتياجات مدينة القدس، وبالتالي هناك المؤسسات المانحة من جهة ممثلة في بنك التنمية الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الإسسكو، بيت مال القدس الشريف، وأيضا جهات داعمة أخرى، وبالطرف الآخر كان هناك أصحاب القطاعات المختلفة في مدينة القدس في مجالات التعليم والصحة والإسكان والشباب والوضع القانوني والسياسي. قدمنا نحن القادمين من القدس احتياجات المدينة بشكل كامل، وضع المدينة اليوم ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتغيير حقيقة المدينة المقدسة من مدينة عربية فلسطينية إسلامية مسيحية إلى مدينة ذات إرث يهودي مصطنع. وقلنا أنه مطلوب لدعم صمود الإنسان المقدس وللمحافظة على الوجود الفلسطيني في القدس وحتى نواجه البرنامج الإسرائيلي، هذه المشاريع التي قدرناها في خطة قطاعية سابقة قمنا بإعدادها في ديوان الرئاسة الفلسطينية ب 428 مليون دولار. اليوم الآخر وغدا سيكون هناك مناقشة لبعض الاقتراحات العملية لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص العربي والإسلامي في دعم مؤسسات ومواطني القدس، وليس فقط الاعتماد على الدعم الرسمي والذي يبدو أنه لن يصل بالنظر إلى تجربتنا السابقة للقرارات العربية التي صدرت في قمة سرت وفي قمة الدوحة الأخيرة. طيب، يعني ده يخد الشيء غاية في الأهمية بأنها عقدت مؤتمرات دولية وندوات من قبل بحضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب، وحتى الآن لم يتم التوصل لأي شيء فيما
الثوابت الفلسطينية. ملف القدس من أهم الثوابت الفلسطينية، من أهم يعني بالنسبة لكل الفلسطينيين وللعالم العربي والدولي أيضا. لماذا كل هذه الندوات ولماذا كل هذه المؤتمرات ولم تتبخط حتى الآن عن أي شيء؟ يعني هذا دينا هو السؤال الذي يسأل كل مقدسي، هو يواجه المحتل، يحافظ على المسجد الأقصى، يتعرض للاعتقال، يهدم منزله، تصادر أراضي وعقاراته من أجل بناء الاستيطان عليها. إسرائيل لديها خطة متكاملة ترصد لها الموازنات الرسمية ومن القطاع الخاص اليهودي عبر العالم، ونحن نكتفي في الحديث عن القدس في إطار المهرجانات والمؤتمرات واللقاءات، ثم لافتات دائما تحمل اسم القدس، ولا يجد المواطن المقدسي من يقف معه. بالتالي هذا هو السؤال المهم بالنسبة لنا. على سبيل المثال في القمم العربية الأخيرة، في قمة سرت، تناول العرب موضوع القدس واحتياجاتها، وقالوا انهم سيدعم القدس بنصف مليار دولار. انا اقول لك بكل امانه، وانا اتابع بشكل دقيق الدعم المقدم من القدس على المستوى العربي والاسلامي، لم يقدم من هذا المبلغ الا 36 مليون دولار، وهذا مبلغ قليل وضعيف جدا بالمقارنه بالاحتياجات. في قمه الدوحه الاخيره كان هناك تخصيص مليار دولار لدعم القدس، واحدى الدول العربيه قطر حددت ربع مليار دولار. عندما جئنا الى التنفيذ لم نجد اي شيء يطبق من هذه القرارات. من هنا هذه دعوه من خلال امين الاخباريه الى شعوبنا العربيه والاسلاميه والى قادتنا والى ايضا القطاع الخاص والعمل الاهلي والاحزاب العربيه والاسلاميه ان تتحمل مسؤوليه القدس. القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يعني لا يجوز ان الاسرائيلي اللي بدأ الآن في تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وبدأ يخطط لوضع موطئ قدم له في مصر رسول الله، ولا يتحرك العرب والمسلمين، إذا متى يتحركون؟ نعم. طيب خلينا ناخد السؤال بشكل آخر. البعض بيرى أن ثورات الربيع العربي أدارت بالقضية الفلسطينية والقدس بوجه خاص، ما هو رأيك في هذا؟ لا، أنا لا أتفق مع ذلك. يعني إحنا نظرنا من القدس وكشف، يعني الضوء أصبح يسلط على الشؤون الداخلية. يعني مثلا خلينا نتحدث، في مصر عندنا مشاكل كثيرة داخلية وملفات كثيرة كل يوم. موضوع القدس كان مطروح أكتر، أو القضية الفلسطينية كانت على أولويات مصر أكثر، ولكن مش هنقول إنها أهملت، ولكن هناك أولويات أخرى بالنسبة للشؤون العربية الآن. يعني هناك وجهتين نظر الحقيقة في هذا الموضوع. البعض يرى أنه انشغال العرب والمسلمين الآن في المشاكل الداخلية أثر على القضية الفلسطينية، واستغلت إسرائيل ذلك سلبا بأنها تفردت بالشعب الفلسطيني وبدأت ببرنامج استيطاني كبير جدا، وأصبحنا نحن فقط تحت مطرقة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكان الذي يدعم الاحتلال الإسرائيلي. والبعض الآخر يرى أن بالعكس هناك نهضة في معاني حرية وعدالة اجتماعية، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني خلال 60 عام من احتلال أرضه. وبالتالي نظرة الشباب العربي والمسلم إلى القدس لم تنتهي، وإلى المسجد الأقصى بالعكس هي تزيد وترتفع. لكن تعلمين يعني هناك معيقات كثيرة للتحرك العربي والإسلامي. إحنا بنقول أبسط الأمور أن يكون هناك مسيرات دعم هذا الشعب الذي يتعرض مسجده وأقصاه إلى الخطر، أن يكون هناك دعم شعبي. واقترحنا اليوم على سبيل المثال لو التزم المسلمين في دولار واحد في السنة، أنت تستطيع أن تضمن القدس مليار ونصف دولار سنويا. هاي من شأنها أن تحافظ على الوجود الفلسطيني وتحافظ على مؤسسات القدس. إذا كانت النقابات والاتحادات العربية مثلا اتحاد المحامين العرب، لو التزم كل محامي في 10 دولار في السنة من المحامين العرب في كل الدول العربية، إذا استطعنا توفير مبالغ أن توفر دعم لصمود الإنسان في داخل القدس. أنا لا أنظر بسلبية إلى الثورات العربية، على العكس نحن نظرنا بإيجابية، وما زلنا نتأمل الكثير من القادة الجدد ومن الرئيس مرسي أن يكون له كلمة باتجاه مدينة القدس، وأن تكون القدس عنوان في الدبلوماسية المصرية. نعلم أن هناك قضايا كثيرة تشغل بال مصر في هذه الأيام، لكن أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية والأقصى والقدس يتعني كل إنسان مصري عانى من هذا الاحتلال الإسرائيلي كما عانينا نحن وما زلنا تحت الاحتلال. نعم. طب ما هو تقييمك لدور الجماعة العربية حتى الآن تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي المحتلة؟ يعني هناك جواب دبلوماسي وهناك جواب شعبي. احنا مش عايزين جوابات دبلوماسية، احنا عايزين الحقيقة. يعني دائما في المشهد يعني الضيف بيبقى مسؤول عن كلامه، لكننا نريد اذا دينا بدي اكون صريح، هناك حالة من التقصير.
يعني القدس عنوان كبير وقضية هامة جدا، وهي تعني كل إنسان مسلم ومسيحي بالعالم العربي، وبالتالي عنوان العالم العربي جامعة الدول العربية. كنا نعتقد أن القدس لا تكتفي فقط في إطار القرارات والاجتماعات، القدس يجب أن يكون هناك حركة يومية بالتعامل مع مشاكلها وقضاياها. أنا أدرك أن بالنهاية جامعة الدول العربية تتحرك ضمن سياسة الدول، والدول هي التي تأخذ القرارات بالنهاية، وليس الأمين العام ومساعد الأمين العام دكتور محمد صبيح والذي يوجه لهم التحية الآن. وأدرك أنهم يرغبوا بالعمل أكثر من أجل القضية الفلسطينية وقضية القدس، لكن أقول لهم الحصار الحقيقي هو على القدس. أنا فلسطيني وأعلم أنه غزة مهمة جدا بالنسبة لي كما هو شأن القدس، لكن المعركة الحقيقية مع الاحتلال هي القدس. ونحن دعونا جامعة الدول العربية والقادة العرب إلى زيارة القدس، ومن هناك تكون معركتنا وإحراج هذا الاحتلال الإسرائيلي ووضع العالم أمام مسؤولياته. أن لا يجوز أن يبقى شعب محتل يتعرض لجريمة تشكل جرائم حرب متمثلة بالاستيطان وهدم المنازل والتطهير العرقي، ويقف العالم كله مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للفلسطيني. من هنا نتأمل لجامعة الدول العربية أن تنظر وتبقى القدس هي قضية العرب الأولى وليس قضايا فرعية جديدة بدأت تظهر على الساحة بالفترة الأخيرة. هل إسرائيل بالأوضاع الحالية ترى هناك جدوى في الدخول في مفاوضات سلام مع استمرارها في أساليب القمع اتجاه الفلسطينيين وانشغال العالم العربي بالثورات العربية؟ شوف، الآن في إسرائيل حكومة يمينية متطرفة، برنامجها واضح، برنامج استيطاني، الحديث عن تقسيم الضفة الغربية، استمرار حصار قطاع غزة، حصار بناء مزيد من المستوطنات بالضفة الغربية. نسبة الاستيطان في القدس لوحدها ارتفعت في أكثر من 200%، تتحدث عن 30,000 وحدة استيطانية جديدة تم بناءها في القدس، 7,000 وحدة استيطانية من بعد أن توجهنا إلى الأمم المتحدة، 20,000 منزل بالقدس مهدد بالهدم، 24 مؤسسة فلسطينية ما زالت مغلقة في داخل القدس، هناك جدار الفصل العنصري الذي يعزل القدس عن محيطها في الضفة الغربية. إذن لا يوجد حكومة الآن في إسرائيل مستعدة لأي مفاوضات أو لأي تنازل. الإدارة الأمريكية تحاول أن تضغط الآن وأن تلعب دور جديد في الفترة الثانية لسيد أوباما، لكن من الواضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط، وهذا الحقيقة يضع الولايات المتحدة الأمريكية في مسؤولية أن تعلن أن إسرائيل ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات. يعني معلش أنا هتوقف عند هذه النقطة، دلالات الضغط الأمريكي على إسرائيل، ما هي دلالات هذا الضغط؟ للأسف لا يوجد ضغط، يعني الإدارة الأمريكية تأتي لنا بأفكار تحاول أن تتحدث. يعني الولايات المتحدة مش هتضغط، هي هتجبر إسرائيل، ولكنها لم تفعل ذلك. لا، هي لا تمارس الضغط ولا تمارس الجبر، لأنه بالنسبة لها إسرائيل هي الطفل المدلل في المنطقة. ومن هنا يعني نحن نستغرب هذا الموقف الأمريكي. إحنا قلنا بشكل واضح رئيس أبو مازن أن أي عودة للمفاوضات هي مرتبطة في تجميد الاستيطان بالكامل، الاعتراف بالشرعية الدولية وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والمسألة الثالثة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، تحديدا الأسرى القدامى اللي سبقوا اتفاقية أوسلو عددهم 193 أسير. هذه المبادئ الأساسية للعودة للمفاوضات. سيد أوباما زارنا في رام الله، هناك لقاءات متكررة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، ولقاءات مع رئيس أبو مازن من القادة العرب. هناك اتفاق عربي من خلال لجنة المبادئ العربية حول آلية العمل، وتوجه وفد عربي للولايات المتحدة الأمريكية وقدم المبادرة العربية. المبادرة العربية تتحدث عن سلام دائم في حالة انسحاب الأراضي من الأراضي التي احتلت عام 67. هذا تنازل كبير، وبالتالي أعتقد أن الإسرائيليين غير جاهزين حتى اللحظة لأي عملية سلام، وهم مستمرين في السياسة العنصرية القائمة على الاحتلال وعلى الطرد وعلى ما مارسوه من عام 48 حتى اللحظة. نعم. طب وحتى الآن إسرائيل لا تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، فهل السكوت الدولي على ذلك هو الذي آلت إليه الأمور، أم أن هناك في المرحلة المقبلة لابد من أن تكون هناك آليات مختلفة وطرح آخر ونظرة مختلفة عما حدث؟ العالم يتعامل بالسياسة بالمصالح، ونحن لدينا الإمكانات لأن نضغط على هذا العالم المجتمع الدولي من أجل أن نؤثر عليه فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية. لكن دعينا أقول بشكل واضح أن العرب لم يستخدموا أدوات الضغط
على الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تغير سياستها في المنطقة، وبالتالي بالمنظور القادم لا أحد يتأمل، يعني الذي يتابع الإعلام الإسرائيلي وقيادات الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية لا يلاحظ أن هناك تغير في السياسة الإسرائيلية يبشر بأن هناك إطلاق لعملية سياسية. بالعكس، مسلسل جرائم الاحتلال ما زالت قائمة ويزيد ارتفاعها. من هون أنا بقول ما نحتاج الآن هو مزيد من الصمود، مزيد من الصبر لأهلنا وشعبنا الفلسطيني، أن نمارس مقاومة شعبية تضمن إيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعالم، في القدس بشكل خاص أن نحافظ على مقدساتنا ومؤسساتنا وعقاراتنا ضد سياسة التهجير. ولكن نحن إذا كنا يعني نتشرف بأن نكون بالخط الأمامي للدفاع عن مقدسات كالمسجد الأقصى المبارك في القدس، فهذا لا يعفي العرب من مسؤولياتهم أنه التاريخ سيحاسب من قصر بحق هذه المدينة. طب إحنا بقلنا سنوات طويلة بنتحدث عن أن العرب لا يتحملوا مسؤوليته، إلى متى ستظل هذه اللهجة موجودة؟ خاصة يعني أنا شايفة أن في لهجة تشاؤمية من حضرتك. أنا جاي من القدس الحقيقة، وأنا كنت ناشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أني جاي على جامعة الدول العربية الاجتماع، تفاجأت من حجم المقدسيين اللي كتبوا ضد هذه الزيارة وضد اللقاءات اللي بتتم والندوات اللي تعقد باسم القدس، وقالوا يا أخي إحنا بدنا حقائق على الأرض. طب أنت مش شايف أنهم معهم حق؟ ما من هاي الزاوية أنا أتحدث باسمهم، أنا بالآخر شاب مثلهم من ابن مدينة القدس، أنا مقيم في قرية سليان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعني يطل المسجد على منزلي، وبالتالي أنا أشاهد الذي يحدث بشكل يومي، وأنا تعرضت للاعتقال في أكثر من مناسبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملي في القدس. من هون أنا أقول أنه أتأمل يعني أنه لا نعتمد فقط على الجهاز الرسمي العربي، وإنما لدينا قطاع خاص ولدينا أحزاب عربية واتحادات ونقابات تتفاعل مع قضية فلسطين ونسمعها دائما تتحدث عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، من هنا أن تتحمل مسؤولياتها وتستطيع أن تمارس الضغط على حكوماتها، عندئذ الحكومات سوف تتحرك لأن تحمل هم القدس وقضية القدس ودعم صمود القدس. نعم، يعني هذا الأسبوع هذه الندوة، الأسبوع الماضي كان مؤتمر الدول المانحة، هذه المؤتمرات وهذه الندوات يعني الجماعة العربية لكي تظهر بأنها تقوم بواجبها ولكن على أرض الواقع حتى القرارات لم تفعل. شوف دينا، أنا ما بدي أطرح من الموضوع سوداوي، يعني هناك فصحى من الأمل، يعني إحنا اليوم اطلعنا على مشاريع جهات عربية وإسلامية، بنك التنمية الإسلامي له مبادرات إيجابية في القدس حوالي 49 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة في قطاع التعليم والصحة والثقافة ودعم الإسكان وترميم المنازل في البلد القديمة، 120 مليون يخطط لصرفها خلال الأيام القادمة، بيت مال القدس الشريف حوالي 5 مليون خلال عام 2012 خصصت لشراء مدارس وافتتاح بعض الملاعب الرياضية في داخل مدينة القدس وهذا مهم جدا. هناك مبادرة الملكة رانيا العبدالله لترميم بعض المدارس في داخل مدينة القدس، هناك أيضا جمعيات إماراتية دعمت بعض التجار في داخل المدينة، هذا إيجابي، هذا مثمن. الآن مقبلين على شهر رمضان الفضيل، هناك السلة الغذائية للمحتاجين الفقراء في مدينة القدس، هناك أيضا دعم لبعض الطلبة المحتاجين، لكن بالمحصلة هذا لا يغطي أكثر من 10% من احتياجات القدس. إحنا في القيادة الفلسطينية نغطي أيضا 10% من احتياجات القدس، لأن الإمكانات المالية والحصار اللي نتعرض له كبير جدا. إذا 80% من احتياجات القدس هي الذي قال عنها فيصل الحسيني، الشهيد فيصل الحسيني يوما في الجامعة العربية قال ما تحتاج القدس هي ثمن طيارة تشتريها إحدى الدول العربية تغطي كل احتياجات المدينة المقدسة وتحافظ على الوجود الفلسطيني والصمود الفلسطيني في القدس. ثاني هذه دعوة أيضا للقطاع الخاص وللمجتمع المحلي ولشعبنا المصري الذي هو عمقنا الأساسي أن يبادر، أن تكون المبادرة من القاهرة ومن ثم تنتقل إلى الباقي العربي. هذا أملنا بالشباب المصري أن يحمل القدس معنا وأن يكون لديه برنامج بدعم ولو بسيط ولو ضئيل خلال شهر رمضان يكون نقطة انطلاق، وأنا
يعني أقول لكم أنه في الإمكان أن توجه الدعم مباشرة إلى المؤسسات المقدسية كمستشفى المقاصد ومستشفى المطلع ومستشفى الهلال الأحمر ومستشفى العيون، والذي يقدم خدمات لكل الشعب الفلسطيني من غزة والضفة والقدس، وأيضا إلى بعض المؤسسات الثقافية التي هي معرضة للانهيار، بعض المؤسسات المدارس اللي تحتاج إلى منح من أجل أن تبقى وتحارب السياسة الإسرائيلية التي تحاول تجهيل الشعب الفلسطيني وأسرة حياته، بمعنى أن تزرع الثقافة الإسرائيلية في ذهن الشباب الفلسطيني في القدس. إحنا عم نتحدى 300 طفل لم يتجاوز عمره 15 عام تم اعتقاله خلال 6 شهور الأخيرة. شاهدتم كيف تم ركل المصحف الشريف في ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل أحد أفراد الأمن الإسرائيلي عندما كانت طفلة تتعلم في المسجد الأقصى المبارك. إذن هناك ست دينا إمكانيات كثيرة وكبيرة يمكن العمل فيها، لكن هذه دعوة للجميع أن يبادر وأن يخطط، وهناك إمكانيات. واليوم أنا استمعت الحقيقة إلى بعض المبادرات الإيجابية من أبناء المؤسسات المصرية وبعض المؤسسات العربية التي يمكن أن تقدم للقدس وأن تحافظ على دعم صمود الناس وأن تقدم ولو الشيء الضئيل، لكنه سننظر له على أنه شيء كبير في داخل المدينة. نعم. طيب احنا هناخذ رأي معنا الآن، ومعنا الآن على الهواء مباشرة عبر الهاتف أستاذ محمد رزق المستشار الإعلامي لمؤسسة القدس الشريف هنا من القاهرة. بعد التحية أستاذ محمد، وأنت تتابع معنا هذا المشهد الذي نتحدث فيه عن الندوة التي تعقد على مدار يومين وتخصص القدس الشريف في جامعة الدول العربية، كيف يمكن النظر إليها؟ أنا بشكر حضرتك على الاستضافة وبشكر ضيفك الكريم على الكلام القيم اللي قاله. في البداية أحب أن أؤكد على عدة أمور هامة. أولا أن القدس قضية كل العرب والمسلمين، وأن احنا سنظل نقدم زيادة الدعم بكل الأشكال مهما كانت المعوقات. هذا أولا. ولكن أستاذ أحمد معي الآن، هي بالفعل بتخرج قرارات وبتخرج شعارات كثيرة، ولكن عندما تفعل على أرض الواقع مش بالنسبة اللي المفروض تتعامل بيها. نعم، وده اللي أنا هقوله لحضرتك. إحنا عندنا انقسام بين، وأنا آسف إن أنا بتكلم عن انقسام بين المؤسسات وبين الدول. المؤسسات الداعمة للقضايا الفلسطينية تريد أن تقدم الكثير والكثير من الدعم لكثير من القضايا داخل البيت المصري، ولكن يبقى كثير من التبقيات الثنائية بين الدول وبين الكيان الصهيوني اللي بيتعوق كثير من هذه المبادرات، منها على سبيل المثال المبادرات المؤسسة حاولت تأخذها وتم إيقافها، إعمار الإعمار داخل البيت المصري دي تم إيقافها بشكل كبير. فالكيان الصهيوني بيقف حائل بشكل قوي أمام كافة المشروعات، هدفه الأساسي إن يفرض الأمر الواقع إن ما فيش أي منظمة أو دولة تقدر تعمل مشاريع داخل القدس. عشان كده أنا حبيت أكد في البداية إن مهما كانت العقبات، المنظمات والعاملين للقضية مش هيقف بصورة أو بأخرى، هيتم تقديم الدعم. نعم. والدعم له أشكال كثيرة. اتفضل يا فندم. نعم. أستاذ محمد رزق المستشار الإعلامي لمؤسسة القدس الشريف هنا من القاهرة، شكرا على هذه المتابعة. وحتحول بهذا السؤال لضيفي أستاذ أحمد، هو تحدث عن نقطة غاية في الأهمية، هناك هو أو فراغ بين المؤسسات والمنظمات وبين الدول، كيف يمكن نظر، وطبعا المسؤول عن ذلك هو الكيان الصهيوني. يعني دعينا لنحمل يعني علاقة الهروب من الحقائق والالتزام على الاحتلال الإسرائيلي. إذا أرادت مؤسسة صحية أن تخدم مؤسسة صحية في القدس فهذا الباب مفتوح وبإمكانها التواصل بشكل مباشر. من الجانب الإسرائيلي، نادي رياضي مصري يستطيع أن يحمل نادي رياضي في داخل مدينة القدس وبالتالي يخصص بعض ما إيراداته لصالح دعم القدس. لا يجوز شركات رياضية عالمية تتعامل معها أندية عربية تقيم الماراثون الإسرائيلي الذي هو جزء من الاستيطان، وفورمولا 1 اللي هو سباق السيارات في داخل القدس الشرقية لمحاولة إعطاء صورة إنه هاي مدينة يهودية. على كل إذا دينا أردت أن تنهي، أنا بس رسالتي القصيرة تقول كالتالي، إنه إحنا صامدين ورابطين في داخل مدينة القدس. إحنا بنعد كل المصريين والعرب والمسلمين أن نبقى محافظين الأمناء على المسجد الأقصى المبارك وعلى كنيسة القيامة وعلى هذا الإرث الإسلامي الكبير الموجود في مدينة القدس والإرث المسيحي أيضا، ولن
نسمح للاحتلال بأن ينفذ برنامجه 46 عاما ويحاول يوميا أن يغير من تركيبة هذه المدينة ويجعل منها مدينة يهودية، لم ينجح طول ما احنا لكن ما بنعد الناس بالتحرير الأرض، احنا بنعدهم بالصمود والصبر والتحمل والوقوف أمام الاحتلال وإجراءاته. لكن النصر إذا أردنا أن يأتي فيجب أن يكون هناك تضافر للجهود وأن يكون هناك عقلية وذهنية جديدة في التعامل مع القضية الفلسطينية وتحديدا موضوع القدس، وأن يتحمل الشباب العربي بأن يكون عنوانه القدس في المرحلة القادمة. نعم، والقدس مما لا شك فيه في قلب كل عربي وقلب كل مصري تحديدا. صحيح. نحن نتكلم من هذا المنبر من جمهورية مصر العربية. في ختام هذا المشهد الأستاذ أحمد الرويدي مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أشكرك، شكرا على تشريفك معنا وأهلا بك في بلدك الثانية مصر. الآن إلى ختام هذا المشهد، لكم تحول فريق العمل، وإلى اللقاء في الثلاثاء المقبل ومشهد جديد من مشاهدنا. We'll be right back.